ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على الشمع اللي بيكون موجود في الأذن، الشمع اللي بيكون موجود في الودان. الشمع ده ايه فائدته؟ الشمع ده بيتم افرازه من القناة السمعية علشان يحمي الودن من البكتيريا والميكروبات والتراب او اي جسم غريب ان هو يدخل الودن. في الوضع الطبيعي الشمع ده بيكون لين ومع الوقت بيطلع بره الودن وبيتم غسله، لكن في بعض الأحيان بيتصلب، بيبقى جامد وبيفضل موجود في القناة السمعية، وده ممكن يؤدي لحدوث طنين في الودن، ألم، صداع، وممكن يؤدي لحدوث التهابات، وبرضو كمشكلة في الأخير ممكن تؤدي لحدوث فقدان في السمع أو طرش. طيب، تنظيف ايه الودن من الشمع ده؟ مش من المستحب انه يستعمل القطن بتاع الودان او الاذان اللي موجود اللي بيستعمله الناس، لانه مع استخدامه ممكن ده بيساعد على دفع او زق الشمع ده لجوه لحد طبلة الودن، وده ممكن يؤدي لتراكم الشمع ده جوه الودن، وده مش كويس على السمع. طيب، التنظيف بيكون باستخدام بعض المستحضرات موجودة في الصيدليات زي مثلا الجليسرين أو في بخاخات بيتم رشها بحيث إن هي بتلين الشمع ده بحيث إنه يطلع تاني، أو الذهاب للطبيب أو الدكتور علشان ينظف الودن باستخدام الطرق المناسبة بعدم وجود أي مخاطر أو ريسك. شكرا، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.